فيديو جديدة من بعد جبونس 6 mois ما درت فيديو. المهم السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي دي ادير ارت. هاد النهار اختاريت انني ندير فيديو سبيسيال حيت لاشين ديالي شفتو كنت درتها بوغ لي فواياج، ولكن اليوم قلت نبدل شوية ندير فيديو على لي بارفان حيت عندي دي بارفان جداد مازال ما تستيتهمش ودي بارفان اللي كانوا عندي ديجا وبغيت نبارطاجيهم معكم. دونك بقاو معايا وبقاو حتى الاخر ديال الفيديو حيت كاين دو تيب دو بارفان غادي نديرو اليوم، دي بارفان ديال العاديين و لي بارفان ديال لي شفو هما اللي غادي يكونوا في الاخر. نتمنى تعجبكم لا فيديو. الي اي اون كومونس. دونك باش غادي نبدا، غادي نبدا لكم بلي بارفان العاديين وابخي غادي نمشي لكم لي بارفان ديال العود. نبدا ب لي بارفان عاديين. اول وحده اللي كتعجبني بزاف هي هادي لانتيردي، جوبونس كاع كتعرفوها. كاين بعض الناس اللي كتعجبهمش مي جوبونس كو لا بلوبار ديال البنات تعجبهم هاد لانتيردي. ريحتها مانيفيك. ندوز لكم البارفان الثاني. البارفان الثاني هو البارفان بريفيري ديالي واللي ملي جيت لهنا لباري وانا كناخذو اللي هو مونغيرلان. مونغيرلان بارفان اللي ماشي قاصح بزاف، يعني بارفان ديال اي وقيته ديال الخروج ديال جوبا في الدار تقدري ديريه ماشي قاصح بزاف وكيبقى باش كيعجبني كيبقى واخا خفيف كيبقى. دوزو دابا لواحد البارفان اللي جابوه لي كادو مي ما كديفو ديالو هو ان ما كيبقاش بزاف، هو هذا ديال زارا. جوبونس راه شفتوه في زارا كيكون بزاف في ديك البلاصه فين كي فاش كتبغيو دوزو لاكيس كيكون بزاف هاد البارفان. ما عرفتش السميه، ما عرفتش واش هادي السميه زارا جوي فور تيبروز جوبا بيتيتر هادي السميه. المهم هذا زوين مي انا كنديرو ما كيبقاش نهائيا، كنديرو كنجلس واحد ميم با 10 مينوت ما كنبقاش نشم الريحه مي الى على الريحه زوين. اوكي دابا شنو بقى لي في لي بارفان عاديين حيت انا لا بلوبار ديال لي بارفان اللي عندي فيهم العود. كاين هذا اوب هذا هذا ريحته زوينه مي البروبليم ديالو هو انه ما كيبقاش داير بحال ديال زارا. هذا جابوه لي كادو فيت انا لي بارفان كنشري غير لانتيردي ومونغيرلان، شي لاخر اللي عندي كلشي جابوه لي كادو. حتى واحد ما شريته انايا وي سي سا، هادوك زوج الوحيدين اللي كان اللي زعما كل ما كيساليو لي كنعاود نشريهم. هذا ديال بادي شوب كيكون مع الليد كور ديالو ومع الجل دوش. هذا زوين مي غير ديال الدار ماشي زعما ماشي تخرجوا به لان ما كيبقاش بزاف. انا هذا سورتو كنديرو في الدار. دابا ندوزو لا بارتي لي كيتعجبني ولي بارفان لي زوينين بزاف 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 وكيبقاو. نبدا لكم باول واحد هو اللي عزيز عليا هذا واعر. هذا فريمون من لي بارفان لي كيعجبوني بزاف. علاش هذا شتوي سورتو هنايا كاين الشتا بزاف والبرد ديما البرد. دونك هذا من لي بارفان لي كيعجبوني بزاف ولانه كنديرو في الصباح كيبقى النهار كامل ما كنحتاجش نعاود اشاك فوا نديرو كنديرو وكنخرج بيه كنمشي نخدم عادي وكنخرج عرفتو الريحه كتبقى كندير غير فتيته غير شويه وكيبقى بزاف. هذا زوين سميتو وودي ستايل. وودي ستايل ديال عربيان اود عربيان عود هو هذا. جو سبا واش كيبان لكم ولا لا هنا اوب
اوكي بنش مزيان. المهم لا مارك ديالو هي عربية. نعود الى عندكم شي واحد في الدول العربية يعني في الدول الجولف قولوا له يقلب لكم على هذا. هذا الشكل ديالو واعر، كنحطيه في الكوافز كوم ديكوراسيون. انا شحال بارفان عندي كنحطو غير كوم ديكوراسيون، مي هذا زوين واخا هكداك زوين. هذا البارفان ديالو زوين و كيبقى حتى هو، ولكن ماشي كيما الاخر، الاخر كيبقى اكثر. هذا رائع، نجربو دابا بعدا نشوفو. الريحة ديالو قاصحة، مجهدة بزاف، مجهدة مجهدة اكثر من القياس. هذا اللي الناس اللي عزيز عليهم من لي بارفان اللي مجهدين بزاف. هذا زوين ولكن مجهد بزاف، انا ما كنبغيش ندير البارفان اللي مجهدين بزاف. نسيت هذا، يلا جابوه لي كادو واعر. هذا رائع، هذا واعر، هذا فريمون واعر. هذا بارفان ماشي مجهد بزاف، هذا ماشي مجهد بزاف، هذا جاي ديال الفاني، جاي خفيف ولكن كي الريحه ديالو كتبقى، والريحه ديالو كي نقولوا ماشي مجهده، مي يعني الا كان دايت عليك شي واحد هكا كتبان ديك الريحه، ماشي بحال كاين شي ريحه اللي كديرها بحال دوك اللي ولاتكم في الاول كدير الريحه مي ما كتكونش، ما عرفتش كيفاش نشرح، ما كت يعني واخا يدوز عليك شي واحد ما كيشمهاش فيك مزيان، يعني حتى يقرب لك عاد كيشم ديك الريحه هذه. لا هذه ريحتها واعره، هذه ريحتها خفيفه او ميم طون، و او ميم طون الا داز عليك شي واحد كتكون الريحه فيك عاطيه عاطيه اونت فرونتيس. نمشي لكم البارفان اخر، هذا غادي تشوفوه غادي يسحب لكم الجوي، الوغ هو راه ماشي الجوي، هذا الجوي البارفان ديال الجوي ولكن زايدين عليه العود، هو كاتبين فيه جوي، مي الا لاحظتوا هنا في الوسط ما مكتوبش فيها ديور، مكتوبه فيها هاد ديال هاد ألمس كرييشن. هذا فيه شويه الريحه ديال الجوي ولكن مخلطه بلوس بالريحه ديال العود. هذا زوين واعر، مي خصو يكون ديما معك في الساك. علاش؟ لان ما كيجلسش بزاف، يقدر يجلس ساعه حتى ساعتين مي با بلوس. تفكرت نمشي لكم لواحد كيعجبني ويلا جابوه لي كادو. ترى هذا هو حتى هو ديال الفاني، انا يلا اكتشفت ملي شميت هذا وشميت الاخر ديال الفاني حتى هو عرفت بلي كيعجبوني لي بارفان اللي كيكون فيهم الفاني. هذا واعر 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 واعر، هذا فن. شنو بغيت نقول لكم، هذا قاسح شويه شويه لان فيه العود ماشي بحال الاخر، هذا فيه العود كيجلس بزاف وكيبقى حتى في اذا شي حوايج درتي فيهم هاد البارفان واخا تصبنيه كيبقى فيه ديك الريحه. الوغ كاين واحد البارفان رائع هو هذا سورتو كيعجبني الشكل ديالو، اول مره جابوه لي كادو فاش مشيت للكويت، فاش كديري كيطلق واحد ما عرفتش شنو سميتو، كيقول كيطلق واحد اللعيبات في الغوز في لو كور، ما عرفتش شنو. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. المهم هذا الريحه ديالو واعره ولكن نفس البروبليم ديال الاخرين، كيجلس غير شويه يلا واحد ساعه يمكن ساعه جوج سوايع هكا كاع، الى صار جوج سوايع دونك خص اشاك فوا تعاودي ديري اشاك فوا تعاودي ديري. وانا ما نبغيش لي بارفان اللي خصني كل مره نعاود ندير، انا ما كنبغيش نهز معايا لي بارفان في الصاك، كنبغي نتمشى على راحتي وما متقلاش، ولي بارفان هكا كبار ما كنبغيهمش. نسيت واحد البارفان عادي حتى هو بحال هذا، هذا وهذا تقريبا نفس الشيء، هذا كنت وريتكم قبيله ديال بادي شوب وهذا ديال باث اند بادي وورك. هذا عنده حتى هو الجل دوش ديالو والديكور ديالو،
هذا حتى هو زوين وديال الشتاء، مي غير ديال الدار يعني، الا درتيه وخرجتي بيه ما كيبقاش بزاف. هذا فريمون للناس اللي فريمون ما عرفتش، هذا فريمون اللي لصقت فيا منين جات ميكو عليها. حاولوا ما تشوفوش ما تسمعوش هذيك فريمون، وغادي نحاول انايا نحيدها. المهم هذا للناس اللي كيبغيو ريحة العود تكون مجهدة، هذا زوين بزاف 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 بزاف. يلا جربته البارح، هنجربو باش نتأكدو. ريحته قاسحة، فغيمون قاسحة بزاف بزاف بزاف، قاسحة مي زوين زوين عجبني هذا. سورتو كيفكرني بالفاش كتكون هكا شي سواري ولا عندك شي مناسبه ولا ما عرفتش خارجه لشي بلاصه مهمه. هذا ريحته كتبقى كتطبع كيعرفوك الناس باللي نتيا. هذا من البارفان اللي كي ما عرفتش كيبقى انا كيجيني هذا ديال ماشي ديال كل نهار، هذا ماشي ديال كل نهار، هذا ديال شي مناسبه سبيسيال. ايه غنوريكم واحد البارفان اللي مخلياه غي كوم ديكو، ما كنستعملوش بزاف، ما كنستعملوش كاع ماشي ما كنستعملوش بزاف، اللي هو هذا ديال فيكتوريا سيكريت. جو بونس تكونوا شفتوه في فيكتوريا سيكريت، هذا انا مخلياه غير على هادي. انا ما جو بريفير با سو جونغ ديال البارفان، الكوافوز ديالي كيعجبني ندير هذا كوم ديكو صافي. ما صراحة الله ما عجبنيش بزاف، نسيت واحد. هذا جديد، هذا جديد دو غادي عاد نجربو. علي شوف درنا نوريكم الاخر البواطة ديالو كيفاش دايرة. البواط ديالو فنة 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 فنة. هذا غادي نجربو معاكم نشوف كيفاش داير. ما عرفتش شنو نوصفو. هذا جاي هذا البارفان جاي ان بو سوكري، داك لو جونغ ديال البارفان اللي جاي سوكري، ما عرفتش كيديك لواحد العالم في شكل. انا هذا عجبني جاي ان بو سوكري، جاي كتحس بلا فريشور فاش كتشمو، يعني دوك لي بارفان ديال الصيف فاش بنادم كيكون هكا في البحر ولا ما عرفتش كيكون خارج شي فيل اللي فيها البحر، هذاك هو لا سونساسيون اللي كيعطيها لك هذا البارفان. ندوزو لاخر بارفان، اخر دو بارفان بقاو لي اللي هما هادو. المهم نقول لكم السميه، هذا ديال الحميدي، كتبوا فيه الحميدي مي ما عرفتش اود بارفان، ما عرفتش السميه اكزاكت ديالو شنو هي. هذا رائع، اش كيعجبني حيت صغير اول حاجه، المهم عندي هي انه صغير وكيجي في في ساكامر، وثاني حاجه هو انتونس، هذه لا فيرسون انتونس وهذه لا فيرسون اللي شويه. دونك انا كندير هذه في الصيف انها خفيفه ماشي، وهذه ديال المشتى، هادو واعرين ديما كناخذو معانا فيما مشيت كناخذ معايا هذا. الوغ باش لا فيديو ما تجيش طويله بزاف ندوز لكم لي بارفان ديال الشعر بريفيري ديالي، واللي بزاف ديال الناس شموه وقالوا لي عطانا السميه ديالو، هو هذا. هذا من احسن لي بارفان ديال الشعر اللي جربت، واعر. نصدر ريحه باش نقدر نشوف نقول لكم
جاي خفيف و اون ميم طون كتحس هذا كيفكرني سورتو سورتو بال داك الجو اللي كيكون ما بين المشتى فاش كتبغي تخرج المشتى وكيدخل الصيف. داك الجو اللي جاي شويه ماشي بارد وماشي سخون, الجو ديال الربيع هذا. و اون بلوس دو سا علاش كيعجبني هذا سورتو انه اولا صغير بحال لي بارفان اللي وريتكم قبيله, وثانيا انه كيبقى في الشعر كيبقاو حتى فاش كنكون دايره بارفان فاش كندير هذا كيغلب على البارفان. هذا في مشي الناس كيشموه, ما يمكنش تدخلي شي بلاصه ما يشموهش فيك. هذا خمشي لكم دي جا جديد وهذا هذا. انا اذا عندكم شي واحد في الكويت قولوا له دابا عيطوا له قولوا له هذا جبنا هذا الشعر واعر كندير شويه كيطلق وكيبقى هذا زوين. انا جو ريكوموند هذا بزاف 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 بزاف. كاين واحد بحالو مي في الريحه ديالو ماشي هذا بحال الاخر, ولكن كيبقى ماشي ما كيبقاش مي البارفان ديالو يعني لودور ديالو ما عجبتنيش بزاف كيما الاخر. زوينه مي ماشي بحال الاخر. نمشي لكم لواحد الزوج زويني بزاف حتى هما. كاين هذه فيرسيون اللي قاصحه بزاف وهذه فيرسيون اللي خفيفه. هادو زوينين في الريحه ديالهم ولكن ما كيخوفش بزاف كيما الاخرين. هادو خاص ديروا تعاود دير دونك انا ما كنديرهم فاش كنكون في الدار, يعني ملي نكون في الدار بحال هكا كندير هادو فاش نكون باغيه نخرج وعارفه راسي ما غاديش نهز معايا بارفان ولا شي حاجه في الصاك كندير الاخر, لان الاخر كيبقى يقدر يبقى لي توت لا جورني دونك ما نحتاجش ندي معايا بارفان ولا شي حاجه. هاد البارفان ديال الشعر جو بونس ساليناهم. دابا غادي نوريكم واحد مكتوب فيه مسك الطهاره, ما عرفتش واش مسك الطهاره مازال ما جربتوش كاع. هو هذا نصوتو دابا نشوفو كيفاش داير. هذا جاي من داك النوع ديال لي بارفان لي كيعجبوني, خفيف وفيه العود. جاي خفيف وفيه العود دونك جوبونس غادي كيبقى. مازال ما جربتوش مي واش يبقى ولا لا غادي نخليه ونشوف. بقات لي اخر حاجه غادي نوريها لكم واللي هي واحد ما عرفتش واش بارفان واش هو هذا الريحه ديالو واعره. يعني عارفه كثرت عليكم فريمون واعره, ولكن انا فاش كتعجبني شي حاجه كنقول عليها واعره بحال كما كنقولوا حنا وجدا القابض. هذا ما عرفتش واش بالكم ولا لا مي ما باينش. المهم انا نقرا لكم شنو فيه. في السميه سميتو فيروز وكاتبين ماء معطر. المهم هذا كنديرو في الحوايج ديالي باش تبقى فيهم الريحه زوينه فاش كنحل لاغموار كيكون الريحه واعره ريحه قابض. صافي هادشي اللي كاين. الا بغيتو عندي لي بارفان باقي لي بارفان ديال الدراري كنت باغي نوريهم لكم, ولكن جو بونس لا فيديو خص نساليها حيت ما كنبغيش ندير دي فيديو كبار بزاف. الا بغيتو ندير لكم فيديو على لي بارفان ديال الدراري سورتو ما عرفتش البنات اللي باغيين يشريو دي بارفان ديال الدراري ندير لكم فيديو قولوها لي في لي كومونتير. ونتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم. غادي نسالي لا فيديو هنايا وما تنساوش كيما قلت لكم ديروا بارطاجي الى عجبتكم لا فيديو بيان سور ديروا بارطاجي لايكيو لا فيديو وديروا سبسكرايب.